الأحزاب السياسية التي تسخرت المشهد في البلاد خلال السنوات الماضية لم تستطع مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه البلاد، بل وبعضها سقط في هبوء الصراعات الداخلية والخلافات الانتخابية، إضافة إلى الضعف الذي أصاب بعض مؤسسات الدولة نتيجة لسوء الإدارة خلال العقود الماضية، وهو ما أدى لانفراد القوى المضادة لمصر في الساحة في ظل عدم وجود أدوات وآليات فعالة للمواجهة. على مر التاريخ خاضت مصر العديد من الحروب منذ العصر الفرعوني ومرورا بالعصر الإسلامي ووصولا لعهد الدولة التونسية الحديثة. عدة أسباب منها الحروب بغرض حماية العمق الاستراتيجي للحدود المصرية ومنها مساعدة الدول الحليفة، ولكن يبقى أهمها صد هجمات الوزارة والمعتدين دفاعا عن مصر في أزمة حروبها ضد الحشوش والفضائل والنقل. وفي التاريخ الحديث في عهد محمد علي أرسل الجيش المصري حملة على السودان بهدف تأليف وحدة وادي النيل وتدعيم الوحدة القومية، كما شارك بحرب الموضة بهدف توسيع نطاق الدولة المصرية فيما وراء البحار، حيث أرسلت مصر حملة إلى سوريا تحت قيادة إبراهيم باشا نجحت في ضم سوريا وتحقيق الأهداف ومحض الجيش التركي الذي أرسل